جلاش الصيامي اللي بالخضار عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن مشروم وزيتون اخضر واسود، وكمان بصل، مكعبات طماطم، فلفل الوان، مكعبات من مرقة الخضار. طيب اول حاجة بحطها هي البصل. طيب ونقلب كده لحد ما ايه يدبل شوية. احط هنا زيت. وهتبل الزيت فلفل اسود وملح، وممكن ان احنا نحط اي مثلا بهارات انتوا عايزينها. اجيب بقى بايرس كده عشان اعمل فيه الجلاش. الزيت، وهنحط طبقات زيت ما بين كل رقات الجلاش، بس انا مش بحط ما بين كل رق ورق، يعني ممكن احط ما بين مره رقين مره ثلاثه، يعني اهو ده رقين احط كده. طيب ابتدي احط المشروب. طيب نبتدي بقى نحط تاني كده. انا هنا متبله الزيت بحبه ملح وفلفل، ممكن بودره ثوم، بودره بصل، بابريكا، يعني تتبلوه، ممكن نحط زعتر، تتبلوه باللي انتوا عايزينه. احط الفلفل الالوان، فلفل الوان، فلفل اخضر بس او احمر بس اللي انتوا عايزينه، بس الفلفل الالوان بيدي اطعمه كده حلوه. عايزه اقول لكم ان ده بيبقى لذيذ جدا. احط الطماطم، الزيتون، واقلب. ماشي، ارش بقى رشه ملح مش كتير عشان المرقه، او اللي احنا دايما متعودين نحط لبن وبيض على الجلاش، النهارده هنحط مرقه خضار، فالمرقه اوريدي بتبقى فيها شويه حدوقيه، فايه مش عايزين نزود قوي الملح في الحشوه، لان كمان هنحطها في الزيت. خلاص طيب اهو اعمله كده. اهو كده حلو قوي. نعمله كده. هبتدي احط الجلاش وهقطعه بالسكينة عادي كده مربعات وادخله الفرن. لما اقطعه مربعات هدهنه بالزيت. واحد كمان. بصوا هدهن زيت. الزيت. بصوا دي بقى اخر طبقة خالص، وبعدين هنقطعها مربعات وندخله الفرن، وان شاء الله ما بياخدش وقت خالص، لان انا فاتحة الفرن اصلا من ساعة ما ابتديت الحلقة، اهو يعني بقاله ربع ساعة فهيكون سخن. خلاص اهو. طيب هعمل المرقة عشان لازم تبقى باردة والجلاش سخن، ما يبقاش الاتنين سخنين زي بالظبط ما بايه ما بنطلع اللبن والبيض من الثلاجه وبنحطهم، هي نفس الفكره. هجيب مكعبات المرقه اهي واحطهم ميه مغليه عشان تدوب، وبعد كده هسيبها تبرد خالص. تعالوا بقى اهو بنسقي جلاش وهحطه في الفرن.